إذا أبوك بيعاني من السكر أو والدتك الله يحميكم جميعاً، استخدمي تمر لو شوغر، تروحي عند اللي بيع تمر قولي له أعطيني موعد قطاف مسبق، يعني هلأ موعده على النخل بقطفوه بيكون لو شوغر اللي هو تبعاً لموعد القطاف، فبيكون قليل السكر. واحد. اثنين، أي نوع جبنة كريمية، المكعبات لانا حبة الست مثلاً يا ستي تحط خلينا نقول الكريمية البلوكات، حبة تحطي قشطة بصير. والمنكه الفليفر هو هيل مطحون أو فستق حلبي، تمام؟ أنا حطيت هون مطحون، إذا بدك تمر زي ما هو بتشيلي نوى وبتقطعيه بالسكينة ناعم وبتحطيه مع الجبنة في داخل الفرن، التمر رح يسيح مع الجبنة وبيحليها ومش رح استخدم قطر، فهاي بطعميها للي بيعاني من السكر. لما تعمليها بالبيت ما تحطي بالعجينة سكر، اتفقنا؟ إذا هاي أنا مريض السكر طعمته قطايف وأنا محافظة صح عليه، دايري بالي عليه. والتمر برجع وبقول لك استخدمي تمر لو شوغر، روحي قولي له أعطيني موعد قطاف بدري. هلا مثلا التمر بسم الله الرحمن الرحيم رح أروح أجيب شوي منها، تمام؟ أنزل عليها، والله هاي خطيرة، والله خطيرة جدا جدا فعلا. جدا خليني أحط رشة هيل. بدك فستق حلبي حطي قشطه بدل الجبنه، خلطيهم مع بعض. انا قلت لك تحت الهواء بدي اعتمدها سحور مبدئيا، جدا 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 ومفيده، وبعدين بتعطي طاقه للجسم لوجود التمر. شوفي قديش التمر حتى النوى سبحان الله مفيد لصحه الانسان، رح نعمل فيه شغلات لقدام مش رح تخطر على بالكم. ها شوفي قديش بسيط، وبروح بحشيه في داخل حبه التمر، تحطيش قطر، حلاوة التمر بتكفي. وبالعجينة بدل معلقتين سكر حطي بس معلقة، وطعمي والدك ووالدتك والله يخلي لكل عين رجاها. هاي حشوة التمر بالجبنة والهيل.